السيد من البحيرة معايا، أهلا بيك. السيد معايا؟ ألو، تفضل يا أستاذ السيد. السلام عليكم أستاذ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بيك يا فندم. عايز أقول لك على حاجة يا أستاذ أحمد النبي. تفضل. هو دلوقتي يا فندم أنتوا بقالكوا كام سنة بتتكلموا في الموضوع ده؟ أي موضوع؟ سؤال واحد. أي موضوع؟ كام سنة؟ أي موضوع؟ أي موضوع؟ بتكلموا الشعب المصري يا أستاذ أحمد عشان يعمل قلق ويعمل كلام ده، بقالكوا كام سنة؟ نتكلم الشعب المصري عشان يعمل قلق. والله اللي ما عندوش دم انت واللي زيك. والله انت اللي زيك. انت واللي زيك. انت واللي زيك اللي لا محترمين ولا ولا متربيين ولا تعرفوا يعني ايه وطن. عشان كلب زيك ياخد قرشين عشان يدخل يتكلم كلام سافل زيك، احنا ممكن نقول اكتر منه، بس احنا حرمه لدخول لبيوت الناس اللي بندخلها. مين اللي خاون؟ الخونه اللي بيبيعوا تيران وصنافير وبيبيعوا ميه النيل. الخونة اللي شغالين قوادين على عرض البلد. الخونة اللي بيركعوا قدام فلوس محمد بن سلمان ومحمد بن زايد. الخونة هم اللي نايمين على بطنهم قدام نتنياهو. دول الخونة. إنما الأحرار الشرف اللي واقفين عشان بلدهم ما ينفعش أي كلب ينبح عليهم. حتى لو نبح الكلب هيفضل كلب وهم هيفضلوا أشراف زي ما هم. العواء الكتير ما بيسقش لأصحاب الشرف وأصحاب القضايا.